السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أعزائي طلبة وطالبات دبلوم التعليم التجاري شعبة التأمينات في حلقة جديدة من برنامج في بيتنا مدرسة. وحلقتنا النهاردة هنتكلم عن مادة فني الإنتاج في التأمين. ولو احنا فاكرين الحلقة اللي فاتت اتكلمنا عن مادة او دبلوم او سنة تالتة بيدرسوا ايه او بياخدوا ايه، قلنا ان هم بياخدوا 3 مواد اللي هي مادة تأمينات الاشخاص ومادة تأمينات الهندسية والمادة التالتة اللي هو فني الانتاج في التأمين. وطبعا اتكلمنا في الحلقة اللي فاتت عن تأمينات الأشخاص والتأمينات الهندسية، وقلنا ان تأمينات الأشخاص ان هي بتتكلم عن التأمين على او وثائق التأمين الفردي والجماعي، وخدنا الصناديق الخاصة وخدنا اللي هو التكافل الاجتماعي، ده اللي كان في التأمينات الأشخاص. وقلنا ان منهج بردك التأمينات الهندسية ان هما بيكون من بابين، اللي هنا الباب الاولاني بيتكلم عن وثيقة تأمين جميع اخطار المقاولين، ووثيقة تأمين جميع اخطار التركيب، ووثيقة تأمين المعدات البرية، ده كان في الباب الاولاني. واتكلمنا بردك عن المحتوى بتاع الباب التاني في التأمينات الهندسية اللي هو تأمين فساد البضائع وتأمين الأجهزة والآلات الإلكترونية. طبعا النهاردة بقى هنتكلم عن، قلنا ان هنا سنة تالتة اللي بياخدوا 3 مواد اللي هو تأمينات الأشخاص وتأمينات الهندسية وفني الإنتاج. وطبعا اتكلمنا عن المادتين الاولانيين اللي هي الاشخاص والهندسيه. هناخد النهارده اللي هي الماده الاخيره اللي هي فني الانتاج في التامين. احنا بنعرض بس المقدمه عن فني الانتاج وبنتكلم ايه المحتوى اللي احنا هناخده السنه دي ان شاء الله، ومحتوى المنهج بيتكلم عن ايه، وهو كام باب. هنتكلم عن كل حاجه في منهج فني الانتاج. بس قبل ما ابدا في فن الانتاج، عندي شويه مصطلحات لازم انت كطالب تكون عارفها في شعبه التامينات، وان هنا التامينات دي مهمه جدا، لان الطالب هنا بعد ما بيتخرج وبياخد شهاده الدبلوم هنا بيبدا ان هو يشتغل في شركات التامين اللي هو فني تامين. طيب ايه هي المصطلحات او ايه هي المفاهيم اللي انت كطالب تأمينات او شعب التأمينات اللي انت لازم تكون عارفها؟ اول حاجة يعني ايه تأمين؟ ما يجي حد يسألك يعني ايه تأمين، لازم انت تكون في شركة من شعبة التأمينات، لازم تعرف يعني ايه تأمين. التأمين ده هو نظام اجتماعي. التأمين هو نظام ايه؟ اجتماعي. طب الهدف منه ايه؟ ان انا بكون تكوين احتياطي. يبقى هنا هو نظام اجتماعي يهدف الى تكوين احتياطي. طب هكون احتياطي ليه؟ ليه؟ علشان الخسائر او الاخطار الغير مؤكده. خسائر او الاخطار الغير مؤكده اللي بيتعرض منها مين؟ الافراد والمؤسسات. علشان اقدر اعمل ايه؟ انقل اللي هو عبء الخطر من فرد الى عده ايه؟ مجموعات او عده افراد. تمام كده. يبقى احنا هنا اللي هو يعني ايه تأمين، محد يجي يسأل يعني ايه تأمين. التأمين هو نظام ايه؟ اجتماعي. والنظام الاجتماعي ده الهدف منه ان انا بكون احتياطي. بكون ايه؟ احتياطي. طب انا بكون الاحتياطي ده علشان ايه؟ علشان لو حصل ايه؟ لو حصل خسارة. لو حصل ايه؟ خسارة. الخسارة دي لازم تكون غير مؤكدة. خسارة لازم تكون ايه؟ غير مؤكدة. بيتعرض منها مين؟ الافراد او المؤسسات. مش افراد بس، لا، افراد ومؤسسات. طب هنا بعمل ايه؟ بنقل هنا نقل الخطر او عبء الخطر من فرد الى عده ايه؟ افراد. ده كان ايه مفهوم التأمين. هنيجي في اللي هي الفايده من التأمين. اما يجي حد يسالنا هو التأمين دي ليه فايده او الفوائد من التأمين ايه؟ اه طبعا، ان انا بيبقى فيه بعمل حاجه اسمها تعويض او حمايه تامينيه، ان انا بعوض الشخص لو حصل اي حاجه، مثلا حصل سرقه، حصل حريق، اقدر ان انا اعوض الشركه او اللي هو الشخص المؤمن هنا بالخساره اللي حصلت او الخطر اللي حصل ليه.
طبعا هنا برضك ان انا بعمل بيبقى في حاله تعاون بين الافراد من الاهداف، ان في تعاون بين الافراد اللي هم معرضين لخطر، لنفس الخطر، المعرضين للايه، لنفس الايه، الخطر. طب لو هنا تعالوا نشوف مع بعض هنا على الشاشه اللي احنا قلناه اللي هو التامين، قلنا ان هو نظام اجتماعي بيهدف الى تكوين احتياطي عشان ايه؟ لمواجهه الخسائر الغير مؤكده اللي بيتعرض منها مين؟ الافراد والمؤسسات، عن طريق نقل عبء الخطر من فرد واحد او عده ايه اشخاص او مجموعه من الاشخاص. اي انه نظام بيصمم لتخفيض او تقليل ظاهره عدم التاكد للخسائر الماليه عن طريق نقل عبء الخطر. ده كان هنا معنى التامين. قلنا هنا ان الفايده من التامين، احنا عندنا الفايده من التامين اول حاجه ان هو بيحقق مبدا التعاون بين مجموعة من الأفراد المعرضين لنفس الخطر، لازم الأفراد دول يكونوا معرضين لنفس الإيه؟ الخطر، وتأمين مستقبلهم بالمشاركة في تحمل الأخطار اللي بيتعرضونا إيه؟ لها. طب تاني حاجة من الفايدة إن هنا المحافظة على ثروات المنشآت بتعوضها عن نواتج الأخطار اللي قد تتعرض لها هذه الثروات، زي إيه أو مثل إيه؟ مثل الحريق والسرقة. هنا تالت حاجة من الفوائد اللي هو خلق واتساع نطاق الائتمان عن طريق القروض بضمان الوثائق، مما يساهم في تحقيق النمو الاقتصادي للايه؟ للمشروع. يبقى احنا كده خدنا يعني ايه تأمين، ولازم ان انت كشركة او كطالب تأمينات لازم تكون عارف يعني ايه تأمين، وده قلناه، ويعني ايه والفايدة من التأمين. وقلنا الفايده من التامين ان بيبقى فيه تعاون بين مجموعه من الافراد يكونوا معرضين لنفس الخطر، وهنا ان انا بعمل ايه، بحافظ على ثروه المنشات، لو هو تعرض للخطر اقدر ان انا ايه اعوض المنشاه دي. عرفنا هنا الفوائد من التامين. هنيجي نعرف هو يعني ايه عقد التامين. عقد التامين، هل العقد التامين او عقد العقد ده لازم يكون بين ايه؟ بين طرفين. هل ينفع العقد ده يبقى طرف واحد؟ لا، هنا العقد بين طرفين، الطرف الاولاني اللي هي شركات التامين، والطرف الثاني اللي هو المؤمن عليه او المؤمن له. يبقى انا عندي هنا عقد التامين هو عقد بين اللي هي شركة التأمين اللي هو الطرف الأول، والطرف الثاني اللي هي المؤمن له أو الشخص اللي هو عاوز يأمن على ممتلكات أو على نفسه على حسب وثيقة التأمين اللي هو جاي عليه. طيب أنا عندي هنا زي ما قلنا إن هو عقد التأمين. طب عقد التأمين ده ليه أطراف عقد التأمين، إيه هم الأطراف دول؟ قلنا إن هم طرفين، الطرف الأولاني اللي هي شركة التأمين، والطرف الثاني اللي هو الشخص اللي هو عاوز يأمن على الممتلكات أو على الشخص نفسه. طيب هنا الشخص نفسه بيدفع أقساط، بيدفع ايه؟ أقساط. طب هو بيدفعها أقساط لمين؟ لشركات التأمين. طب أنا هدفع لشركات التأمين أقساط مقابل ايه؟ مقابل إن شركة التأمين هتبدأ تعمل ايه؟ لو حصل لي خطر أو حصل لي خسارة، شركة التأمين هتبدأ إن هي تعوضني عليه. يبقى هنا المؤمن له بيدفع أقساط، الأقساط دي اللي هي الإيرادات دي أو الأقساط اللي هو المؤمن له بيدفعها لشركات التأمين. هو بيدفعها لشركات التأمين ليه؟ مقابل إيه؟ مقابل إن هنا بياخد حماية تأمينية أو تعويض أو الاتنين مع بعض، حماية تأمينية وتعويض. طيب أنا بعمل لي حماية، شركات التأمين بتعمل لي حماية تأمينية وبتديني تعويض على الخسارة أو الخطر اللي حصل. لو انا حصل لي اي حاجه فشركه التامين تبدا ان هي تديني مبلغ التامين او تعوضني عليه. طب يبقى هنا هنيجي هنا هنشوف على الشاشه عقد التامين. اه زي ما احنا قلنا ان عقد اتفاق بين طرفين، احداهما المؤمن اللي هي شركه التامين، والاخر هو العميل اللي هو المؤمن له. هناخد اطراف عقد التامين زي ما احنا قلنا بالظبط، ان هو بيلتزم الطرف الثاني اللي هو المؤمن له بان يدفع قسط يسمى قسط التامين الى الطرف الاول، على ان يتعهد الطرف الاول بان يدفع تعويض المناسب للمؤمن له او المستفيدين عنه في حاله تحقق الخطر اللي هو المؤمن ايه؟ المؤمن ضده. يبقى هنا زي ما احنا اتفقنا ان اطراف عقد التأمين هما اتنين، اللي هو الطرف الاولاني او المؤمن هي شركة التأمين، والمؤمن له اللي هو الشخص اللي هو هيأمن على الممتلكات.
وقلنا ان هنا المؤمل له بيعمل ايه، بيدفع قسط التامين، بيدفع قسط التامين مقابل ايه؟ مقابل ان شركة التامين تعوضه لو حصل اي خطر. طب يعني ايه تعويض؟ تعويض ان شركة التأمين اللي هو المؤمن بيبدأ ان هو يعوض الشخص لو حصل اي خسارة او اي خطر للمؤمن له. يبقى هنا التعويض، ان مين اللي بيدفع التعويض؟ بيدفع التعويض هي شركة التأمين. طب بتدفع تعويض شركة التأمين بتدفع التعويض لمين؟ للمؤمن له. طب ليه لو بتدفع له تعويض؟ عشان المؤمن له هو أمن على ممتلكات، على آلة مثلا أو على المصنع المبنى كله أو على أي حاجة هي شركة التأمين مأمنة أو الشخص ده مأمن عليه. فشركة التأمين لو الشخص ده حصل حاجة للجزء أو الممتلكات اللي هو مأمن عليها، فشركة التأمين بتبدأ إن هي إيه؟ تعوض عليه. يبقى هنا هنيجي نشوف على الشاشة يعني إيه قسط التأمين. هو القسط بيعتبر المصدر الرئيسي للإيرادات، هو المبلغ المستحق على المؤمن له بموجب عقد التأمين المبرم بين ايه الطرفين، بيلتزم بسداده الى المؤمن مقابل حصوله على او حصوله او حصول المستفيدين على ايه التعويض المناسب عند حدوث خطر المؤمن ضده. يبقى لازم يحصل حادث او خطر عشان شركة التأمين تبدأ ان هي تعوض اللي هو المؤمن له. التعويض المناسب هو ذلك التعويض المادي الذي يدفعه المؤمن إلى المؤمن عليه أو المؤمن له في حالة تحقق الخطر اللي هو المؤمن ضده، بحيث يحافظ على الوضع المادي للمؤمن عليه ويضعه في نفس المركز المالي قبل تحقق الخطر المؤمن ضده على ألا يزيد مبلغ التعويض على قيمة مبلغ التأمين. يعني هنا أنا مبلغ التعويض ما بيزيدش عن مبلغ الايه التأمين. هنا لما باجي اعوض الشخص ده ما بعوضه بس ما بزيدش المبلغ التعويض ده، ما بيزيدش على مبلغ التأمين اللي هو دفعه. لما بيجي شركات التأمين تعوض، هي بتعوض على المبلغ اللي هو دفعه أو الأقساط اللي هو مأمن عليه. طب لو هنا ان شركة التأمين جت تعوض لقيت ان الخسارة أو الخطر اللي هو فيه ده أكبر من مبلغ التأمين، أنا شركة التأمين بتدي ايه؟ بتدي اللي هو مبلغ التأمين اللي هو مأمن عليه. لو في زيادة هو مين اللي بيتحملها؟ المؤمن له، المؤمن له هو اللي ايه بيتحمل. يبقى هنا قبل زي ما احنا اتفقنا كطالب تأمينات او شعب التأمينات سنة تالتة، لازم ان انت تكون عارف المصطلحات ده اللي هو يعني ايه تأمين، يعني ايه ان احنا ايه الفايدة من التأمين، ويعني ايه قسط تأميني والتعويض. هنيجي ندخل بقى على المادة بتاعتنا اللي احنا قلنا هنتكلم عنها باستفاضة ونعرف هي بتتكلم عن ايه. هي المادة التالتة اللي هي فني الانتاج في التأمين، وطبعا انت بتاخدها في السنة او في الاسبوع حصتين في الاسبوع. طب المادة فني الانتاج في التأمين بيكون من بابين. الباب الاولاني بيتكلم عن اللي هي ازاي اهمية المنتجين او تدريب وتأهيل المنتجين. ده الباب الأولين بيتكلم ازاي ان انا ادرب وازاي ان انا أأهل المنتجين. طب الباب التاني بيتكلم عن تسويق المنتجات. انا فني الانتاج ده ان انا بسوق وبأهل المنتجين والوسطاء ان هم يبعوا لي وثائق التأمين. يبقى هنا مادة فني الانتاج هي مادة سهلة جدا ولذيذة، وبان انت بتبدأ ان انت تاخد من ازاي ان انت تسوق الوثيقة، يعني بعد كده بعد ما تتخرج تبقى واخد ازاي ان انت تسوق وثيقة وازاي ان انت تبيعها. واتفقنا ان هو بابين، الباب الاولاني ان انا ادرب واهل المنتجين، والباب الثاني ازاي ان انت تسوق الوثيقة وثيقة التأمين. لو احنا هناخدها اهو على الشاشة، بينقسم منهج فني الانتاج في التأمين الباب الاولاني اللي هو تدريب وتأهيل المنتجين او الوسطاء، الباب التاني اللي هو تسويق المنتجات التأمينية. هناخد اول باب اللي هو تدريب وتأهيل المنتجين او الوسطاء. الباب الاولاني ده بيبقى فيه 3 وحدات. الوحدة الاولى اللي هي اهمية المنتجين لشركات التأمين،
الوحدة التانية اللي هي التشريعات والقواعد المنظمة لعمل المنتجين. الوحدة التالتة هتتكلم عن تأهيل المنتجين الجدد، ازاي ان هما بيأهلوا المنتجين الجدد. هناخد اول حاجة اللي هي أهمية المنتجين لشركات التأمين. هنا مين القائمين بالإنتاج؟ القائمين بالإنتاج دول هم أعضاء الجهاز الإنتاجي في سوق التأمين الذين تربطهم علاقات تعاقدية من نوع معين بشركات التأمين وفق لشروط التسجيل في سجل الإيه؟ لو هنا أنا هنا زي ما قلنا إن القائمين في الإنتاج هم أعضاء الجهاز الإنتاجي في السوق، وإن التأمين اللي بتربطهم علاقة تعاقدية نوع معين بشركات التأمين وفق لشروط التسجيل في سجلات إيه؟ الوسطاء، المنتجين، والسماسرة. يبقى هنا لازم تكون عارف ان في فن الانتاج هتعرف يعني ايه الوسطاء، يعني ايه المنتجين، ويعني ايه السماسرة. طبقا لايه؟ طبقا لقانون الاشراف والرقابة رقم 10 لسنة 1981. دول هنا القائمين على الانتاج، ان هم اعضاء الجهاز الانتاجي في السوق التأمين لازم تربطهم علاقة ايه؟ تعاقدية. هنا بيقول لك بتتعدد الصور والعلاقات اللي بتربط أعضاء الجهاز الإنتاجي بالشركات اللي بيعملون لحسابهم، فقد تكون هذه العلاقات في صورة إيه؟ وكيل عام، وكيل خاص، هنا وسيط، هنا منتج. لازم إن أنت تكون عارف تفرق بين الأربع حاجات اللي هو الوكيل العام والوكيل الخاص والمنتج والسمسار. هنا الوكيل العام ده بيكون يعتبر زي شركة او زي هنا شخص غير شخص اعتبار. الشخص الاعتباري ده بيكون شركة، هو اللي بيقوم بايه؟ ان هو يبيع الوثائق التأمين، يعني هو من حقه ان هو ينتج الوثائق ويبيعها، ده اللي هو الوكيل الايه؟ العام. الوكيل الخاص ده هو بيزاول النشاط أنشطة أخرى بجوار اللي هي الأنشطة التأمينية، إن هو يقدر إن هو يبيع المنتج. طب هل يقدر إن هو بيسوي المنتج، هل يقدر إن هو ينتج؟ لا، الوكيل العام هو اللي يقدر إن هو ينتج الوثائق التأمينية. أما الوكيل الخاص هو ما يقدرش إن هو ينتج، هو بس يبيع، هو بيشتغل شغل اللي هو التجاري أو العادي ومعاه مزاولة النشاط اللي هو التأمين. عندي السمسار أو الوسيط. السمسار والوسيط ده هو بيبقى إيه؟ بيبقى فيه المشتري والبيع، هو وسيط بين المشتري والايه؟ والبائع. ان هو بيبدا ان هو البائع بيقول له ان انا عندي الوثيقه دي، فيبدا الوسيط ده يروح للمشتري ويعرض الوثيقه ده. طب هل هو بياخد ايه؟ بياخد عموله. طب هو بياخد العموله من مين؟ من البائع. البائع اللي هي مين؟ اللي هي شركات التأمين. يبقى هنا الوسيط هو وسيط بين مين ومين؟ بين البائع والمشتري. البائع اللي هي شركات التأمين، والمشتري الأشخاص اللي هم عاوزين يشتروا وثائق. طيب هنا هل الوسيط ده ليه بياخد أجر؟ هو بياخد مكافأة أو عمولة من مين؟ من البائع اللي هي شركات التأمين، ما بياخدش من المشتري. ممنوع ان الوسيط بياخد ايه؟ من المشتري. يبقى احنا عرفنا الوكيل العام، الوكيل الخاص، السمسار. هنا المنتجون او المنتجين هم اللي بينتجوا الوثائق التأمين، هم اللي بينتجوا الوثائق الايه؟ التأمين، ويبدأ ان هم يوزعوها على الوسطاء هم يبدأ ان هم ياخدوها ويبيعوها او يعرضوها للمشترين. يبقى احنا عرفنا الاربع حاجات اللي هو الوكيل العام، والفرق بين الوكيل العام والوكيل الخاص والوسيط والمنتجين. هنيجي نشوفهم على الشاشة كده. الوكيل العام هو شخص موكل عن شركة أو مجموعة شركات في بيع وإنتاج عقود التأمين، وعادة يكون في شكل شخص اعتباري. يعني هنا عادة بيكون شخص اعتباري، والشخص الاعتباري ده هو شركة وليس طبيعي، ويكون له حق في إصدار الوثائق وتسوية التعويضات في حدود إيه؟ معين. يبقى هنا الوكيل العام هو من حقه ان هو اصدار الوثائق، من حقه ان هو يصدر الايه؟ الوثائق. خلي بالكم وان احنا ناكد على ده، ان الوكيل العام عشان تبقى عارف الفرق بين الوكيل العام والوكيل الخاص. الوكيل العام هو الحق في اصدار الوثائق،
وتسوية التعويضات. أما في الوكيل الخاص لو أنتوا هتلاحظوا بعد كده إن هو ليس له الحق في إصدار الإيه؟ الوثائق. يبقى هنا الوكيل العام هو شخص موكل عن شركة أو مجموعة شركات في بيع وإنتاج عقود الإيه؟ التأمين. ولازم هنا بيقولوا عادة بيكون إن الوكيل العام ده هو شخص إيه؟ اعتباري، وهنا وليس وهنا وله الحق في إصدار الوثائق وتسوية الإيه؟ التعويضات. ده الوكيل العام. طيب الوكيل الخاص بيبقى ايه؟ هو الذي يزاول نشاط الانتاج او البيع في مجال التامين بجانب مزاولته اعمال اخرى. يعني هو مش متخصص بس ان هو يبيع او نشاط الانتاج او بيع في مجال التامين بس، لا، هو ممكن ان هو يزاول اعمال ايه اخرى، ولكن لا يكون له الحق في اصدار الوثائق او تسويه التعويضات. يبقى انتوا عرفتوا الفرق بين اللي هو الوكيل العام والوكيل الخاص. الوكيل العام ان هو ينفع ان هو يصدر وثائق ويسوي تعويضات، اما الوكيل الخاص هو لا يصدر وثائق، ما ينفعش ان هو يصدر وثائق وما ينفعش ان هو يسوي تعويضات. الفرق بين اللي هو الوكيل العام والوكيل الخاص، الوكيل العام ان هو يصدر وثائق، ان هو ينفع ان هو يسوي التعويضات، اما في الوكيل الخاص هو بيزود مهنة التأمين اللي هو انتاج التأمين والبيع التأمين او وثائق التأمين مع اللي هو الاعمال الاخرى. يعني هو مش خاص بس للتأمينات بس، لا، ده هو بيزود اعمال ايه؟ اعمال اخرى. طب هل ينفع ان هو ليه الحق في اصدار الوثائق؟ لا، ملهوش الحق ان هو يصدر الوثائق ولا يسوي تعويضات. امال مين اللي ليه الحق؟ اللي هو الوكيل الايه؟ الوكيل العام. هنيجي بعد كده اللي هو ايه؟ اللي هو الوسطاء او السماسرة. هو الافراد او الشركات التي تعمل او تزاول انشطة الوساطة او السمسرة بين البائع والمشتري في الاعمال التجارية عموما وفي مجال بيع وانتاج وثائق التأمين بصفة ايه؟ خاصة، ويحصل على اجر او عمولة من البائع او شركات التأمين، لا يحصل على اي مكافأة من جانب الايه؟ العميل عادة. يبقى هنا الاجر او العمولة بياخدها منين؟ بيحصلها من مين؟ من البائع اللي هو الوسيط او السماسرة. هما بياخدوا اجر او عمولة من البائع اللي هو شركة التأمين، وما بياخدش المكافأة وما بيحصلش على مكافأة من جانب الايه؟ العميل. رابعا اللي هو المنتجون. يقصد بها الاشخاص الطبيعيون الذين يعملون بقسم الإنتاج بشركات التأمين، والذين يقومون بإنتاج وتسويق الوثائق التأمينية، ويتقاضى المنتج مرتب شهري كمصروف بالإضافة إلى عمولة عن العمليات اللي يقوم بها في ضوء شروط التعاقد مع الايه؟ مع الشركه. يبقى هنا المنتجين دول هم اشخاص طبيعيون بيعملون بقسم الايه؟ بقسم الانتاج، وهنا بيبدا ان هم يسوقوا الوثيقه، بس هنا بيتقاضى المنتج هنا مرتب شهري بالاضافه الى العموله اللي هو بيقوم بيها. تمام كده؟ هناخد بعد كده. يبقى احنا خدنا ان الوحدة الاولى اهمية المنتجين، الوحدة التانية بتتكلم على التشريعات والقواعد المنظمة لعمل المنتجين. ايه هي التشريعات والقواعد المنظمة لعمل الايه؟ المنتجين. اول حاجة لازم نقول ان هنا بصدور القانون رقم كام؟ 118 لسنة 2008. لازم نكون حافظين رقم القانون والسنة بشأن ايه؟ تعديل بعض احكام قانون الاشراف والرقابة على التأمين في مصر. يبقى هنا القانون رقم 118 لسنة 2008 هنا بشأن ايه؟ تعديل بعض احكام قانون الاشراف والرقابة على التأمين في ايه؟ في مصر. والصادق بقانون رقم كام؟ 10 سنة 1981. يبقى أنا عندي القانون الأولاني كان سنة كام؟ 1981، كان رقم 10 سنة 1981، فبدأ إن احنا عدلنا فيه بعض الأحكام. هو القانون ده خد رقم كام؟ 118 لسنة 2008. والذي أورد في المادة رقم 7 قيام الهيئة بالإشراف والرقابة على الأشخاص الطبيعيون والاعتباريون الذين يزاولون نشاط التأمين. وعادة التأمين وفق الأساليب تقييم وإدارة المخاطر وقواعد الملائمة المالية.
يبقى انا عندي القانون كان سنة كام؟ كان رقم 10 سنة 1981، بدل ان احنا عدلنا بعض القواعد والاحكام الخاصة بقانون الاشراف والرقابة على التأمين في مصر، كان رقم 118 لسنة 2008. هنا لازم نعرف في الوحدة الثانية اللي هي التشريعات والقواعد المقصود بالوسيط في التأمين. هو كل شخص طبيعي أو اعتباري يتوسط في عقد عملية التأمين وإعادة التأمين، اللي هو الوسيط في التأمين لازم تبقى عارف الوسيط ده هو الشخص اللي هو بيتوسط بين اللي هو البائع اللي هي شركة التأمين والعميل. يبقى هنا في وساطة، مش احنا قلنا ان الوسيط ده هو اللي بيكون بيبدأ ان هو يكون وسيط بين شخصين، الشخصين اللي هو مين؟ اللي هي شركة التأمين والعميل، يبقى في بيتوسط علشان يقدر ان هو يبيع. واتفقنا ان الوسيط ده بياخد اجر او عموله، بياخد اجر وعموله من مين؟ من شركات التامين. هل يقدر ان هو ياخد مكافاه من المشتري؟ لا، هو بياخد العموله او بياخد اجر من شركه التامين. وقلنا ان هنا ان الوسيط، علشان ان احنا بنتكلم على وسيط في التامين، ان الوسيط ده بيكون بين طرفين، او هو بيبقى طرف او بين طرف اللي هي شركه التامين واللي هي المشتري اللي هو يشتري الوثائق. تمام كده؟ هنشوف بعد كده اللي هو الوحدة الثالثة اللي هو تأهيل المنتجين الجدد. يبقى احنا خدنا ان الوحدة الاولى، لو احنا فاكرين خدنا ان الوحدة الاولى بتتكلم عن اهمية المنتجين لشركات التأمين، والوحدة الثانية بتتكلم على التشريعات والقواعد المنظمة لعمل المنتجين، الوحدة الثالثة بتتكلم على تأهيل المنتجين الجدد. اول حاجه في تاهيل المنتجين الجدد اللي انا شروط اختيار المنتجين والقيد في سجل الوسطاء. هل لي شروط ان انا اختار المنتجين والقيد في سجل الوسطاء؟ طبعا لازم يكون في شروط لاختيار الوسطاء. طب ايه هي الشروط دي؟ اول حاجه لازم يكون مؤهل عالي، لازم يكون الشخص ده اللي انا هسجله يكون من واخد مؤهل عالي، حاصل على مؤهل ايه؟ عالي. طب ممكن يكون حاصل على مؤهل فوق المتوسط، فوق المتوسط، بس يكون ايه؟ يكون فوق المتوسط ده في مجال التأمين، او في هو خد الشهادة دي شهادة في التأمينات، يا اما يكون فوق المتوسط واشتغل في مجال التأمين خبرة، ويكون عنده خبرة سنة في مجال الايه؟ التأمين. لازم الشخص ده اللي هو تسجل او ان انا قيدته من المنتجين ان هو ما يكونش يتحكم عليه في اي قضية مخلة للشرف او للامانة، لازم يكون شخص امين، ما يقدرش ان انا اسجل كده. يبقى هنا زي ما اتفقنا لازم يكون مؤهل عالي. طب لو هو مش مؤهل عالي، ممكن يكون فوق المتوسط، بس فوق المتوسط ده لازم يكون شهادة في التأمينات، يعني هنا لازم يكون حاصل على واخد قسم تأمينات. طب لو هو فوق المتوسط ومش تأمينات، لازم يكون عنده خبرة ان هو اشتغل خبرة، واخد خبرة في واشتغل في مجال التأمين سنة، خبرة سنة. لازم هنا من الشروط ان هو يكون غير مسجل، مثلا واخد حكم قضائي، مثلا عنده خد حكم مثلا مخل بالشرف او بالامانة، ده كل ده ما ينفعش اللي هو ان هو يسجل، لازم يكون حد امين، حد ان هو يكون شخص موثوق فيه، ما ينفعش ان هو يكون تقاضى في محكمة او في قضية مخلة بالشرف. طب لو احنا هنيجي نشوف اهو من شروط اختيار المنتجين، نصت المادة 73 من قانون الإشراف والرقابة على شروط كده الوسيط الخاص بالمؤهل والخبرة والشروط الأخرى الواردة باللائحة التنفيذية للقانون كما يلي. أول حاجة الحصول على مؤهل عالي، تاني حاجة الحصول على مؤهل فوق المتوسط تخصص تأمينات. طب لو هو معامل، لو هو الحصول على مؤهل فوق المتوسط مع خبرة عملية في مجال التأمين أو إعادة التأمين لا تقل عن إيه؟ عن سنة. أربعة، توفر الشروط العامة المذكورة بالمادة 63 من القانون 10 سنة 1981، وهي إيه؟ ألا يكون قد حكم عليه بعقوبة جنائية، إن هو اتحكم عليه بعقوبة جنائية. تاني حاجة ألا يكون قد حكم بإفلاس ما لم يرد إليه اعتباره.
قال لي كنت كان فصل بحكم او بقرار تأديبي نهائي او صدور قرار بشطب اسمه من سجل المهنة. يعني هو كان مسجل وحصل ان هو خد حكم بشطبه من السجل. طبعا ده ما ينفعش، لازم ان هو يكون شخص ايه زي ما بنقول ان هو ما يكونش اتحكم عليه بعقوبة ايه جنائية. دي كانت هي الشروط العامة اللي احنا بنعملها. هنيجي للباب التاني لو احنا فاكرين. طيب الباب الاولاني كان بيتكلم عن ايه؟ لو انتوا فاكرين ان الباب الاول كان بيتكلم عن تأهيل وتدريب، هنا تدريب وتأهيل الايه المنتجين. واتكلمنا عن الباب الاولاني وقلنا ان هم في 4 وحدات. الوحدة الاولى بتتكلم عن أهمية المنتجين، الوحدة الثانية بتتكلم عن القواعد والتشريعات، الوحدة الثالثة بتتكلم عن تدريب أو تأهيل المنتجين الجدد. وقلنا اللي ليها شروط، أول حاجة إن شروط التسجيل في السجل القيد، أول حاجة لازم يكون يا إما مؤهل عالي أو مؤهل فوق المتوسط بس يكون تخصص اللي هو تأمينات، يا إما مؤهل فوق المتوسط ويكون عنده خبرة في مجال التأمين مدته سنة. وقلنا ان لازم من الشخص ده من الشروط العامة ليها او ان هو يسجل في كوسيط ان هو ما يكونش اتحكم عليه حكم جنائي، ان هو ما يكونش اتشطب في من سجل اللي هو القيد او سجل الوسطاء، وان هو يكون يعني شخص كويس ما يقدرش ان احنا نقول عليه عنده اي مشكلة من اللي هو كحكم جنائي. ده كان هنا الباب الاول. طب الباب الثاني اتكلمنا عن ان هو ازاي ان انا اسوق المنتج، ازاي ان انا اسوق المنتج التأمين. وهنا ما يجي اقول ان انا ازاي ان انا اسوق المنتج التأميني، ان انا لازم اخد مصطلحات في الباب ده. مصطلحات زي ايه؟ زي الحاجة، يعني ايه الحاجة والرغبة، زي ناخد مثلا ايه هي السوق، مثلا هنا بناخد تعريف مثلا التسويق المنتج. هنا في بعض المصطلحات في الباب الثاني اللي هو تسويق المنتج التأميني لازم ان انت تكون عارفه في المحتوى بتاعنا. فما نيجي نشوف هنا في الباب الثاني اللي هم 3 وحدات، الوحدة الاولى فلسفة ادارة التسويق، الوحدة الثانية استراتيجيات التسويقية للمنتجات التأمينية، الوحدة الثالثة قنوات توزيع المنتجات التأمينية. هنمسك أول وحدة اللي هي الوحدة الأولى فلسفة إدارة التسويق. وفلسفة إدارة التسويق دي في بعض المفاهيم والمصطلحات لازم تكون عارفها. إيه هي أول حاجة؟ اللي هو مفهوم التسويق. يعني إيه مفهوم التسويق؟ هو نشاط إنساني بيهدف أساسا إلى إشباع حاجات ورغبات المستهلكين من خلال عمليات متبادلة. يبقى هنا مفهوم التسويق هو نشاط الإنسان بيهدف إلى إيه؟ إن أنا بشبع حاجات ورغبات الإيه؟ المستهلكين من خلال عمليات متبادلة، من خلال عمليات إيه؟ متبادلة. هنا إن التسويق ده لازم يكون بين طرفين اللي هو البائع والمشتري، وهنا الهدف منه إن إحنا زي ما بنقول هنا الهدف منه إن أنا بعمل إيه؟ الهدف منه إن أنا بشبع رغبات واحتياجات الإيه؟ المستهلكين، إن هو المستهلك ده بيبقى عنده رغبة، عنده احتياج، فببدأ إن أنا بشبع الهدف من التسويق ان انا بشبع حاجات ورغبات المستهلك من خلال ايه؟ من خلال تبادل. تبادل ايه؟ ان هو عنده المنتج وانا معايا النقود او الفلوس، ببدا ان انا اعمل عمليه تبادل، دي اسمها التسويق. يبقى هنا التسويق هي الهدف منه ان انا بشبع حاجات ورغبات المستهلك من خلال ايه؟ من خلال عمليات تبادلية او بتبادل معايا هو معاه المنتج التسويق مثلا، او معاه اللي هو المنتج التأميني اللي هي الوثيقة، وانا معايا هنا ان انا بدفع مثلا اللي هو القسط او مبلغ التأمين. فهنا ده بيبقى فيه ايه؟ مقابل، ان انا بدفع مقابل ليه علشان اخمل حماية تأمينية. يبقى احنا عرفنا الايه؟ التسويق. طب هناخد هنا المفهوم التاني، الحاجات. يعني ايه الحاجات؟ هي الحاجات الإنسانية تعني حالة من الشعور بالحرمان لدى الشخص. الحاجة دي ان الشخص بيكون ايه؟ عنده شعور بالحرمان لدى الايه؟ الشخص. دي يعني ايه الحاجة او الحاجات. الرغبة هي الرغبات الإنسانية،
يقصد بالرغبات الإنسانية الشكل الذي تأخذه الحاجات الإنسانية كما يتخيلها الفرد وفقا لثقافته ومكوناته الشخصية. الرغبات دي بتختلف من شخص للتاني. انا هنا عندي الرغبة دي ان انا محتاجة الحاجة دي، يبقى دي رغبتي. في شخص تاني ميبقاش عنده الرغبة، مش عنده الرغبة في شراء الحاجة دي او المنتج ده. فهنا كل واحد زي ما احنا اتفقنا هي حاجة ايه، او الرغبة انسانية، ان الشخص ده بيختلف من شخص تاني. فكل واحد ليه رغباته في المنتج ده او في الحاجة اللي انت هتشتريها، فكل واحد بيختلف من رغبة لإيه؟ للتانية. يبقى احنا اخدنا اللي هو يعني ايه تسويق، وقلنا ان التسويق ده هو يهدف الى ايه، ان هنا بشبع رغبات واحتياجات او رغبات واشباع رغبات الايه المستهلكين من خلال ان انا بعمل عملية ايه تبادل. وخدنا اللي هو الحاجة وخدنا اللي هو الرغبات. هنيجي نشوف اللي هو المفهوم اللي بعد كده على الشاشة، الطلبات. نظرا لان رغبات الافراد عاده ما تكون غير محدده او لا نهائيه من ناحيه، بينما امكانياته الماديه عاده ما تكون محدوده من ناحيه اخرى، فالناس سوف يبحثون عن المنتجات والخدمات التي تحقق لهم اقصى اشباع ممكن في ضوء مواردهم وامكانياتهم الماديه. هنا الطلبات دي هي رغبه الفرد في ايه، عاده ما تكون غير ايه محدوده ولا نهائيه من ناحيه الايه امكانيات الماديه. انا عندي طلبات، ان انا محتاجه ان انا اجيب طلبات، بس الطلبات دي بتحددها ايه؟ الامكانيات بتاعتي، الامكانيات الماديه. هل انا ممكن انا عاوز اجيب حاجات كتيره قوي؟ طب ايه اللي بيحددها؟ اللي بيحددها عندي اللي هي امكانياتي، انا امكانياتي الماديه ايه، هقدر ان انا اشتري الطلبات دي ولا لا. ما كل واحد عنده طلبات كتيره قوي، بس اللي بيحددها ولا نهائيه، الطلبات دي بتكون غير محدده وايه وغير نهائيه، ان انا محتاجه طلبات كتيره قوي. طيب الطلبات دي عشان اشبع رغباتي، اشبع احتياجاتي. طب هل الطلبات دي اقدر ان انا، كل الناس بيبقى محتاجين الطلبات دي، دي اقدر ان انا بحددها على اساس امكانياتي انا، اقدر ان انا اشتريها بالامكانيات المادية بتاعتي ولا لا. فكل واحد برضك زي ما اتفقنا بتختلف من شخص للتاني على حسب امكانياته المادية، على حسب ان انا هقدر ان انا اشتري الطلبات دي ولا لا. دي اللي هي اسمها ايه، الطلبات. هنيجي نشوف المفهوم اللي بعد كده اللي هو المنتجات. يعني ايه؟ يعني اي شيء يمكن تقديمه الى السوق بغرض جذب الانتباه او الاكتساب او للاستعمال او للاستهلاك بحيث يشبع رغبة الفرد او يسد حاجاته. المنتجات دي ان انا بقدمها، هي المنتجات دي بقدمها فين؟ مش احنا عندنا مكان هنا، مكان اسمه السوق. السوق ده بيعرض ايه؟ بيعرض المنتجات كلها موجودة في السوق. هنا المشتري بيروح هناك، بيبقى هناك البائع، المشتري بيروح بيشوف عشان يسد احتياجاته. بيسد احتياجاته ايه؟ ان هو يشتري المنتج اللي هو عاوزه. يبقى هنا انا بقدم منتجات. طب انا بقدم المنتجات دي فين؟ زي ما احنا اتفقنا ان انا بقدمها في الاسواق. طب الاسواق دي بيكون علشان ايه؟ ان انا بقدم المنتجات دي في الاسواق عشان اشبع رغبات واحتياجات مين؟ المستهلك. لان المستهلك هو المشتري، هو بيروح للسوق علشان يبدا ان هو ايه، ان هو يشبع حاجاته ورغباته. ده اللي هو الايه، المنتجات. طيب يعني ايه السوق؟ الاسواق هو مكان بيتواجد فيه البائع، بيبدأ يقدم فيه المنتجات. وهنا المشتري ما بيروح السوق، المكان ده اللي هو مخصص عشان يقدم فيه المنتج، يبدأ هنا المشتري ياخد او يستخدم او يشوف المنتج عشان يشبع رغبته، عشان يشبع الرغبات ايه بتاعته. لو احنا نشوف اهو التعريف اللي بعد كده، التسويق التبادلي. يعني قيام الافراد باشباع حاجاتهم ورغبتهم عن طريق عمليات الايه، التبادل. ان انا التسويق التبادلي ان انا بقيام الافراد باشباع رغبات او باشباع حاجاتهم ورغبتهم عن طريق عمليات التبادل. لو احنا فاكرين زمان كان عندنا عملية اسمها المقايضة. المقايضة ده كان زمان كان ايه، ما كانش فيه نقود، كان فيه ان هو بدأ ان مثلا انا معايا رز مثلا وعاوز اجيب مثلا مكرونة، فابدأ ادور على الشخص اللي هو محتاج الرز وانا ابدل معاه، بنبدل سلع بسلع.
بعديها بدأ ان هو بيبقى فيه عملية تبادل، ان انا اديله حاجة مقابل كده. اما ظهرت النقود ان انا محتاج المنتج ده عشان اشبع رغبتي، فانا ببدأ ان انا اقدم له المنتج ده او ان انا اشتري المنتج ده مقابل ان هيبقى عملية تبادل. التبادل ده هو يديني المنتج، انا اديله مقابل ايه. طب هنا في المنتج التأميني، هو بيقدم لي وثائق تأمين علشان دي بتسد رغبتي او ان انا محتاج الوثيقة دي مقابل ايه؟ مقابل ان هو شركات التأمين تبدأ ان هي تعوضني او تعمل لي حماية تأمينية. لو انا بأمن على ممتلكات هي بتعمل لي تعويض وتعمل لي حماية تأمينية. لو انا بأمن على اشخاص ان هنا شركة التأمين بتعمل لي حماية تأمينية. وزي ما احنا اتفقنا في الحلقة اللي فاتت في تأمينات الاشخاص، انا مش بقدر ان انا اعوض شخص، اما انا بقدر ان انا اعمل له ايه؟ حماية تأمينية للمستفيد. لو الشخص ده توفى اقدر ان انا ادي له حماية ايه؟ ادي له حماية تأمينية للمستفيدين، لان هو مثلا توفى فكده مصدر الرزق فقط، فبالنسبه للمستفيد ان هم الورثه يبدا ان هم ياخدوا مبلغ التامين علشان ما يحسوش مثلا ان في الدخل بتاعه وقف او الفقد. ده في تامينات الاشخاص. فلازم ان احنا نبقى عارفين ان تامينات الاشخاص ان انا بعمل حمايه تامينيه. في الممتلكات انا بعمل حاجتين، حمايه تامينيه وتعويض، ان انا بعوض عليه. طب اللي هي الممتلكات زي ما احنا قلنا في الحلقه اللي فاتت، اللي هي الممتلكات زي ايه؟ زي الحريق، زي السطو، زي اللي هي السرقه، زي التأمينات الهندسية، التأمينات البضائع، هنا السيارات، كل دي اسمها تأمينات الممتلكات. طيب لو احنا هنا هنشوف على الشاشة زي رجعنا هنا التسويق التبادلي، ان قيام الفرد باشباع حاجاته ورغباته عن طريق ايه؟ عن طريق التبادل، ان انا بيبقى في عملية متبادلة. هنشوف التعريف اللي بعد كده اللي هو التبادل، هو الحصول على الشيء المرغوب عن طريق ايه؟ عن طريق تقديم مقابل له، او عن طريق تقديم شيء مقابل ايه له. التعريف اللي بعد كده المعاملات التجارية. يعني ايه المعاملات التجارية؟ تتم عن طريق التجارة في اشياء ذات قيمة نقدية بين طرفين، اي ان شخص ما ياخذ شيء من شخص اخر مقابل اعطائه شيء اخر. يبقى هنا المعاملات التجارية لازم تكون بين طرفين، لازم تكون بين ايه؟ طرفين. الطرف الاول هو بياخد شيء من شخص اخر مقابل اعطائه شيء ايه؟ اخر. يبقى هنا اسمها المعاملات الايه؟ التجارية. الاسواق اللي احنا لسه قايلينها ان مفهوم المعاملات التجارية يقودنا الى مفهوم الايه؟ السوق. وهنا مفهوم السوق او السوق هو مجموعة من المشترين الفعليين والمحتملين لمنتج ايه؟ معين. يبقى هنا مفهوم السوق زي ما احنا اتفقنا ان السوق ده هو مكان ان انا بعرض فيه المنتج بتاعي. السوق ده اللي بعرض فيه المنتج ايه؟ بتاعي. وهنا بعرض فيه المنتج بتاعي، ومين اللي بيعرضه؟ اللي قلنا اللي هو البائع بيعرضه في السوق، وهنا عشان يسد احتياجات ورغبات الايه؟ المشتري او المستهلك. كده احنا خدنا اللي هو الباب الاول. طب هناخد الباب او الفصل الثاني اللي هي ايه؟ او الوحدة الثانية اللي هي الاستراتيجيات. الاستراتيجيات التسويقية احنا خدنا اللي هو الوحدة الاولانية، هناخد في الوحدة الثانية ايه هي اللي هناخدها؟ الوحدة الثانية اللي هي الاستراتيجيات التسويقية للمنتجات التأمينية. الوحدة الثانية اللي هي الاستراتيجيات التسويقية للمنتجات التأمينية بيقولك ان بيعتمد المنتج التأميني بصفة عامة على اربع عوامل. ايه هما الاربع عوامل ده؟ المنتج التأميني بصفة عامة بيعتمد على اربع عوامل، اللي هي كثافة الكثافة الشرائية والكثافة البيعية وافضلية المنتج وطرق البيع. اول حاجة هي الكثافة البيعية، تعني حجم الشركات المنتجة او البائعة. الكثافة البيعية يعني حجم الشركات المنتجة او البائعة. تاني حاجة اللي هي الكثافة الشرائية، تعني حجم المستهلكين. يبقى هنا الكثافة البيعية هي بتعني حجم الايه؟ الشركات المنتجة او البائعة. اما النوع التاني او العامل التاني هي الكثافة الايه؟ الشرائية.
يبقى هنا بيعتمد المنتج التأميني بصفة عامة على 4 عوامل: الكثافة الشرائية البيعية بتعني حجم شركة المنتج، الكثافة الشرائية بتعني حجم المستهلكين. تالت حاجة أفضلية المنتج، الإقبال على المنتج من جانب المستثمرين. بشوف إيه هي أفضلية المنتج والإقبال المنتج من جانب الإيه المستثمرين. رابع حاجة شروط الدخول في السوق، إمكانيات وشروط انضمام شركة تأمين جديدة تنتج نفس المنتج التأميني. إيه هي الشروط اللي شركة تأمين جديدة بتنتج نفس المنتج؟ يبقى هنا لما نيجي نقول إن هنا بيعتمد المنتج التأميني، يعتمد المنتج التأمين بصفة عامة على 4 عوامل. ايه هم ال4 عوامل؟ اللي هي الكثافة البيعية، كثافة الايه البيعية، والكثافة البيعية دي بتتكلم عن حجم الشركة البيعية او المنتجة. طيب او تاني حاجة الكثافة الايه الشرائية، ودي خاصة بحجم مين؟ حجم اللي هو المشترين او المستهلكين. طيب تالت حاجة أفضلية المنتج، الأفضلية المنتج ده بشوف إقبال المستهلكين أو إقبال المستثمرين على المنتج إيه. آخر حاجة من العوامل اللي هي طرق شراء البيع أو طرق شراء طرق دخول في السوق، طرق الدخول في الايه في السوق. دي 4 حاجات من العوامل اللي هي بتحدد المنتج ايه التأميني. يعني هنا المنتج التأميني بيعتمد على 4 عوامل، ال4 عوامل اللي هي أفضلية المنتج، اللي هي الكثافة الشرائية، الكثافة البيعية، والدخول في السوق. هنشوف بعد كده نقطة بعد كده أنواع المنتجات التأمينية. أنا عندي أنواع المنتجات التأمينية هما نوعين، اللي هي عقود التأمين على الأشخاص وعقود تأمين الممتلكات والمسؤولية. يبقى هنا أنواع المنتجات التأمينية هما نوعين، اللي هي تأمينات على الأشخاص وتأمينات على الممتلكات. التأمينات على الأشخاص اللي هو الشخص نفسه، إن أنا بأمن على الشخص، وبيبقى طبعا في عقود ليها اللي هي التأمين المؤقت والتأمين الجماعي، وعلى حسب الوثائق الموجودة في التأمينات الأشخاص اللي احنا خدناها في الحلقة اللي فاتت. طيب هنا أنواع العقود التأمين اللي هي على الممتلكات زي إيه؟ زي تأمينات على التأمين الهندسي، على التأمين السرقة، السطو، الحريق، السيارات، أجسام السفن، البضائع وأجسام السفن، دي كلها ممتلكات خاصة بالممتلكات. واتكلمنا إن هنا تأمينات الأشخاص أنا بعمل حماية تأمينية، أما في التأمينات الممتلكات أنا بعمل تعويض وحماية تأمينية. لو حصل مثلا حريق في المصنع وأنا مأمنة على المصنع، فطبعا شركة التأمين بتعوضني على الحريق اللي حصل ده أو الخطر اللي هو حصل، ولازم هنا الخطر ده أو الخسارة دي تكون غير مؤكدة وغير مفاجأة وغير متوقعة. ما ينفعش إن هو يحصل الحادث ده وأنا متوقع إن هو يحصل حادث الحريق، هل شركة التأمين هتعوضني على الجزئية دي؟ لا، هي شركة التأمين مش هتعوض على حاجة انت كنت متأكد ان هي هتحصل. يبقى هنا الخطر او الخسارة دي بتكون غير مؤكدة. غير مؤكدة ليه؟ ان هنا ما ينفعش ان انا اكون متأكد ان هيحصل خطر في الجزئية دي او في الممتلكات دي وشركة التأمين هتعوض. لا، يبقى لازم هنا الخطر او الخسارة اللي هتحصل غير مؤكدة الحدوث، غير مؤكدة الايه الحدوث. طب بعد كده هنشوف، هناخد في الوحدة الثالثة قنوات توزيع المنتجات التأمينية. هنا قنوات التوزيع قنوات التوزيع بيقصد بها الطرق أو الوسائل التي يتم من خلالها بيع المنتجات التأمينية. وبيعتبر التوزيع عنصرا مهما من عناصر المزيج التسويق، وهو الهدف الأساسي لجميع شركات شركات التأمين. يبقى هنا قنوات التوزيع هي طرق أو وسائل بيتم من خلالها بيع المنتجات. قنوات التوزيع بتبقى بتختلف من منتج أو تاني، بيبقى في قنوات توزيع إن أنا من خلالها ببيع المنتج التأمين. وهنا بيعتبر التوزيع عنصر مهم من عناصر المزيج التسويقي. يبقى هنا ده مهم جدا، او قنوات التوزيع هو عنصر من عناصر المزيج التسويقي. هنا بيقول لك يمكن تقسيم قنوات التوزيع في سوق التأمين الى مجموعتين،
قنوات التوزيع المباشرة وقنوات توزيع غير مباشرة. يبقى أنا عندي نوعين من قنوات التوزيع، اللي هي قنوات التوزيع المباشرة وقنوات التوزيع الغير مباشرة. قنوات التوزيع المباشرة اللي هو بيكون الموظف الموجود في شركات التأمين، بالإضافة إلى عمله إن هو يبدأ إن هو يوزع المنتج أو يبيع المنتج، وبياخد هنا عمولة عليه، دي اسمها قنوات التوزيع المباشرة. أما قنوات التوزيع الغير مباشرة اللي هو بيكون الوسيط أو السمسار هو اللي بيقوم بياخد هنا الوثيقة أو بياخد المنتج التأميني ويبدأ إن هو يعرضها على المشتري علشان يبدأ إن هو يعملها. وقلنا إن الوسيط ده بياخد عمولة أو بياخد أجر من شركات الإيه التأمين، ده بيكون غير مباشر. يبقى هنا قنوات التوزيع عندي نوعين، اللي هي قنوات التوزيع المباشرة وقنوات التوزيع الغير مباشرة. قناة التوزيع المباشر بيكون الموظف الموجود في شركة التأمين بجوار اللي هو شغله بياخد عمولة أو مكافأة نتيجة العمليات اللي تمت في بيع المنتج التأميني. أما القنوات الغير مباشرة بيكون زي اللي هو السمسار، أو هو ما يكونش موظف أصلا في شركة التأمين، وهنا بياخد المكافأة أو بياخد عمولة من شركات الإيه التأمين. طب هنيجي هنا نشوف أهو على الشاشة. أولا قنوات التوزيع المباشرة، هنا البيع عن طريق موظف الشركة أو المنتجين. يبقى هنا زي ما قلنا إن هنا قنوات التوزيع المباشرة البيع هنا عن طريق موظف الشركة أو الإيه أو المنتجين. في إن عمليات الاتصال بالمستهلكين المرتقبين تتم من خلال رجل البيع اللي هو الموظفين لدى شركات التأمين، حيث هؤلاء الموظفون يقومون بعرض بعض المنتجات التي تتلائم حاجات وقدرات المستهلكين، وتقديم النصائح والإجابة عن الاستفسارات، ومساعدته على اختيار المنتج الايه المناسب. يبقى هنا الموظف ده بيشوف ايه الحاجة او المنتج ده الملائم لحاجات وقدرات المستهلك. يعني انا مش ببيع هنا، الموظف ده مش بيبيع الوثيقة كده وخلاص، او مش بيبيعها للمستهلك او للعميل اي حاجة وخلاص، لا، هو بيشوف ايه احتياجاته، ايه الوثيقة الملائمة ليه. مش انا ابيع اي وثيقة وخلاص او اي منتج تأميني وخلاص، لا، هو الموظف بيشوف ايه هو احتياجاته وايه هي الملائمة ليه. فببدأ ان انا اشوف الموظف ده يشوف الملائم للعميل وابدأ عليه. بعد كده هنشوف بعد كده اللي هي قنوات التوزيع الغير مباشرة او عن طريق الوسطاء. اول حاجة اللي هو التوزيع الغير مباشر او عن طريق الوسطاء، يعني بيع المنتج التأميني عن طريق الهيئات او وسطاء الغير موظفين لدى شركات التأمين. هؤلاء الوسطاء بيسمونا وكلاء او سماسرة التأمين. يبقى هنا التوزيع الغير مباشر او عن طريق الوسطاء، يعني بيع المنتج التأمين عن طريق افراد او هيئات او وسطاء غير ايه موظفين. هنا الطريقة الغير المباشرة كان موظفين، اما التوزيع الغير مباشر بيكون وسطاء غير ايه غير موظفين، بنسميهم ايه الوكلاء او السماسرة او الوسطاء. هنا طبعا هناخد بردك اللي هي اخر حاجة اللي هي قنوات التوزيع الحديثة في التأمين. عندي قنوات التوزيع الحديثة في التأمين عن طريق اللي هي البنوك، لان هنا البنوك بدأت ان هي بتبيع المنتج التأميني عن طريق اللي هو الانترنت، وعن طريق الماكينات اللي بتبقى موجودة في المطارات. في افراد بيبدأوا ان هم يشتروا وثيقة التأمين اللي هي مثلا حصل اي خطر في الطيارة، فبيبدأ ان هو يعمل الوثيقة دي. كده احنا اخدنا مادة فني التأمين او فني الانتاج في التأمين، وقلنا ان هما بيكونوا في حاجتين اللي هو تدريب وتأهيل المنتجين، والباب التاني اللي هو تسويق المنتج. وهنا حلقتنا انتهت، واشوفكم على خير واتمنى لكم التوفيق، والى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.